وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يخوض ميرانه استعدادا لمواجهة كامبالا في دوري أبطال إفريقيا. الأخبار، أيوب رغبة اللاعبين كبيرة للفوز على كامبالا. المساء، الأهلي يتحفز لإسقاط كامبالا وخطف الصدارة. وفي الوفد، البدري يحدد خطة موقعة كامبالا ويطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير. المصري اليوم، أحمد حمدي، مباراة كامبالا صعبة وجاهزون لحصد 3 نقاط. الوطن سبورت، عبد العزيز يقود مرام الغائبين عن مباراة كامبالا. الشروق، تدريبات خاصة لرباعي الأهلي بسبب الامتحانات. اليوم السابع، السفارة المصرية في أوغندا تدعو بعثة الأهلي لمأدبة عشاء. فيتو، جلسات علاج طبيعي لنادفد وربيع على هامش ميران مستبعدي الأهلي. الميدان، اليوم الأهلي يختتم استعداداته لكامبالا. الأهلي.com، البدري يستعين بالفيديو لمواجهة كامبالا. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.